وعايز اقول لكم دلوقتي هاشتاجات مكسره الدنيا، خير رمضان سيكون اعلى نسبه مشاهده في مصر مع عبد الناصر زيدان، هنكسر الدنيا بالادب والاحترام والاخلاق، احنا ناس محترمين ولا نخرج عن النص. دلوقتي كل الصفحات بتقول لك نسب مشاهدة خير رمضان النهاردة الساعة 9 لازم تكون أعلى من قناة ام بي سي وحلقة شيكابالا مع عمرو أديب. يعني من أول ما أعلنت يا محمد إن أنا طالع مع خير رمضان والدنيا اتقلبت. يعني الأستاذ خير رمضان دلوقتي النهاردة السبت في برنامجه حديث القاهرة سأحل ضيفا عليه للكلام في كل هذه الملفات الشائكة. انت قاصدين ولا ايه؟ والله العظيم انا ما اعرف حاجة، انا فوجئت وانا على الهوا. وقتك يسمح بكرة عايزين تسرقوا فرحة شيكابالا؟ لا يعني هل تتوقع ان احنا ممكن نعمل مشاهدة اكبر من شيكابالا؟ اتوقع، لانه حلقة شيكابالا اولا دي مش لايف، دي مسجلة يا راجل. اه يخرب بيت دماغك، جبت منين المعلومه دي؟ يالا زي معلومه المهدي سليمان كده بالظبط. لا انت خطير بصراحه يا راجل. كل الفيلم ده وطلعت مسجله؟ اه مسجله. مسجله، ايوه مسجله. اصل هو ما بيعرفش يتكلم، انا برضه قلت مستحيل يواجهه على الهواء مباشر، ده لازم يتمنتج كلامه لانه ما بيعرفش يتكلم. يعني ثقافته محدوده. وقبض 500,000 جنيه يا راجل. صدق بالله علي النعمة ما اجيبه بخمسين قرش. امال عمرو اديب بيطلع يقول لك ويحلف ميت يمين انه ما بيديش حد جنيه من ضيوفه. ما حصلش بيت وحاجة رمضان صبح واخد منه 450,000 جنيه يا ابن الابلس. يعني شيكابالا قبض 500,000 جنيه؟ يعني مش طالع من اجل الزملكاويه ولا حاجه؟ من اجل الزملكاويه ومن اجل 500,000 جنيه. ابيع لباسي من اجل ساسي. انا اسف يا عبد الناصر، احنا هوا سرحت من الاغاني اللي بحبها. يا عم بدل ما تصحف ما تسال الاعلام دلوقتي. تخيل، او حد بيقول لي، تصدق في واحد بيقول لي ولو صدق توقعه اقسم بالله اديله جايزه، هيقول لي اتحداك لو وافقوا على طلوعك مع خير رمضان الحلقه هتتلغي. تتوقع انه ممكن يلغوا الحلقه؟ لا اتوقع. خلي بالك دلوقتي في تحدي في مصر، حلقه شيكابالا ولا عبد الناصر زيدان؟ اتوقع يعني ولا اعمل ايه؟ يعني عشان انا عارف انت هتقول ايه في حلقتك طبعا. بس ما تخوفش الناس، والله هكون ملتزم ولن اخرج عن النص. انت عايز رايي؟ كنت سالتني. لا والله يعني انت عارف الاستاذ خيري راجل محترم. انت بتسالني على الهوا وتسالني على رايي وفي الاخر تقول مش عارف، ما تسخنش الناس وما تقولش للناس. خلاص حلقتك قبلها. يا جماعه والله العظيم تحدي رهيب، عبد الناصر مع خير رمضان وشيكابالا مع عمرو اديب، تحدي رهيب. طبعا بما اننا حي ارزق مستحيل يغلبني المرحوم. خمسمائة ألف جنيه دي المفاجأة اللي قالها لنا محمد، شيكابالا واخد 500,000 جنيه، وأنا قلت من رابع المستحيلات يطلع ببلاش، هو عايز فلوس حتى لو طلع في قناة الزمالك، مستحيل يطلع ببلاش والله. والحلقة مسجلة يا جماعة، والحلقة احتفالية. الحلقة احتفالية بحتة يا محمد. الاحتفالية وبيتكلموا طبعا، لا فيها جزء طبعا عن موضوع الدوري وموضوع الخناقة اللي حصلت مع احمد مجاهد وبتاع. وبيتكلموا طبعا في حاجات كتير طبعا، بس هو الغالب عليها ان الدوري، وانه يعني دوري للزمالك بعد فترة كبيرة وكده يعني. طيب ده جزء ويعني حلقة لتبييض وجه شيكابالا يعني. طب ده جزء مهم يا جماعه، ويا ريت اخواننا في السوشيال ميديا يقطعوا الجزء ده بتاع التحدي، خير رمضان ولا عمرو اديب، ايهما ستشاهد؟ خير رمضان يستضيف العبد الفقير عبد الناصر زيدان، وعمرو اديب يستضيف شيكابالا. الاخلاق والاحترام يتحدوا الخروج عن النص. هنشوف بقى حضراتكم اصحاب القرار
وانتم من يرفعنا الى السماء او يخسفنا في الارض. بس انا متوقع ان هيبقى التحدي رهيب. انا رايح مجانا الحمد لله من اجل كلمه الحق للاستاذ خيري رمضان استاذي وحبيبي ومن رابع المستحيلات اطلب مليم الوحيد اللي طلبني في الليل قبل النهار. ولو الحلقه اتلغت يبقى اللي قال اتلغت ده من الاولياء الصالحين. اشهد له. لا لا مش هتتلغي ان شاء الله.